بعد قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين هنقولك إزاي ممكن تذاكر وتستفاد وإنت في البيت. بص يا سيدي، انشئ حساب على منصة التعلم عن بعد، وده هيتم من خلال الإيميل والرقم القومي لو كنت طالب مصري. السيستم هيبعت لك كلمة سر هتمكنك من الدخول على محتوى الموقع. هتلاقي أكتر من محرك بحث واقتراحات هيوفرها لك بنك المعرفة من مقالات علمية وكتب إلكترونية، ده غير طبعا منصة خاصة للأطفال فيها أعظم الموسوعات زي كتب الفراشة. في كمان موسوعات لناشرين في الطب وناشنال جيوغرافيك وغيرها. المقالات المكتوبة هتلاقيها بلغة تناسب طلاب المدارس والأطفال. وما تنساش منصة ديسكافري، هتلاقي فيها محتوى لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وأفلام مدبلجة كمان باللغة العربية هتشرح لك الموضوعات بمنتهى السهولة واليسر. وأخيراً هتلاقي دليل دراسي هيوجه طلبة الصف الأول والتاني ثانوي حسب المادة والمنهج المصري. نتمنى لك أجازة مفيدة.